وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك أستاذة هالة، وأهلا بك في نشرة الثالثة، ضيفة كريمة في الاستوديو. شكرا على الاستضافة وشكرا على اهتمامكم بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. نعم، أهلا بك. في البداية دعينا نتحدث عن تاريخ الاتحاد وكذلك أهميته ودوره في التنسيق بين البرلمانات. طبعا الاتحاد البرلماني الدولي أنشئ في عام 1889، وكانت بجهود فردية من برلمانيين، شخصين برلمانيين، أحدهم من البريطاني والثاني فرنسي، والاثنين اتفقوا على أنه مهم جدا أنه تنحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. فكان هذه مسعاهم وهذه جهودهم كلها، والتي تكللت بالنجاح بأنه ضموا كثير من الدول التي كانت تعاني من النزاعات للحل، العمل على الحل السلمي. فكان هذه هو الأساس في حركتهم، والتحرك هذه وجهودهم هذه أسفرت عن تكوين المحكمة الدولية في لاهاي في سنة 1899. فمن هذا المنطلق بدأ البرلمانيين الأعضاء ينضمون لهم، وكونوا هذا التجمع البرلماني من أكثر من دولة. اليوم الاتحاد البرلماني الدولي يضم 178 برلمان من مختلف الدول. كما يضم أيضا منتسبين له، اللي هي منظمات مختلفة برلمانية أيضا. هذا التجمع يعتبر تجمع كبير جدا، والهدف السامي له هو نشر الديمقراطية، نشر السلام، نشر الحوار، العمل على حل النزاعات بالحوار والسواسة السلمية. فمن هذا المنطلق يعتبر الاتحاد البرلماني الدولي أداة لتدعم البرلمانيين العودة لبلادهم بنقل خبرات البرلمانات الأخرى. نعم. في تحقيق هذا السلام وتحقيق الحل السلمي في حل النزاعات والخلافات بين الدول. نعم. أستاذ هالة، ما أهمية اختيار مملكة البحرين لاستضافة اجتماعات الاتحاد؟ طبعا مهم جدا هذا الاختيار وهذه الموافقة من الاتحاد البرلماني الدولي. البحرين هي نموذج للتعايش السلمي، هي نموذج للمشاركة، المشارك المتشارك. مملكة البحرين تتميز بمجتمع متعدد الثقافات، متعدد الديانات، وأيضا هو مجتمع يدعو دائما للسلام، يدعو إلى الحوار. فهذه هي المبادئ اللي الاتحاد البرلماني الدولي يعمل على تكريسها وتعزيزها. فبالتالي تتلاقى الأفكار، تتلاقى الرؤى ما بين الاتحاد البرلماني الدولي وما بين مملكة البحرين، ورؤية جلالة الملك لإحلال السلام في الدول وبدل الخلافات والنزاعات وأيضا مكافحة التعصب. ومن هنا جاء شعار مؤتمر هذه الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب. صحيح. فبناء على ذلك هذه الأهمية تأتي أنه هذه يؤكد على مبدأ جلالة الملك الله يحفظه في تكريس السلام. صحيح. في الحوار لتكريس السلام، وأهمية السلام اليوم في دول العالم جميعها. يؤكد أيضا على مكانة البحرين كنموذج لهذا السلام، التكريس، ثقافة السلام. يؤكد أيضا على ما تقوم به البحرين من جهود دبلوماسية برلمانية لتكريس السلام. وأيضا هو فرصة لتبادل الخبرات ما بين البرلمانيين على أرض مملكة البحرين، التي دائما ما تدعو إلى تكريس السلام وحفظ السلام ونشر ثقافة السلام. نعم، نتمنى التوفيق لما فيه خير وصالح لجميع الشعوب. الأستاذة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.